سنة من خلال عليه المصورة هي هذا المصورة بين هذه أولا كيف من أن تقرأ بس ما أدري هذا هو إبقاء بس لحظة كده لسه تحت الدخان لسه تحت أنا أشيل بطء أنا جاي كل مويه جبت كيف؟ ايه بس كيف راحت لهذا المكان؟ ابو واسل العازل موجود تروح فوق العازل تطلع برا العازل هو هذا ما هو هنا في يوم دبسني ايه خلي ما يدخل بيت برا تحت وادي ايوه تحت الدخان لا 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 تصور بس المصورة لا لا كوع صدق كوع كوع ما هو لازم يبقى كوع او لا كوع مو مصورة الله يلعن الله يلعن عامل شلال لك مرة فاتت اكشف الفضلان لو قلت لك اكشف الفضلان لو قلت لك اقول لك ايه سامعين مش هنا وتخلع الجدار يعني انا ما اصير واجد هنا ما اصير واجد هذا الحمامات بس هاي دي كذا ثلاث واجد يا رجال حاطنا اكثر من 15 قناه انا 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 هذه اضغط تعاون بس مش ايدك ما يهمش اي صدق انا بس شوف الثاني ثاني بعد شوف لا لا مو سبحان الله ضغط الحمامات دي في اللحام الحمد لله شايف الهوي كبر شوي بالله شيء كسر من هذا شوي خلي شيء كسر تمشي بالله ما مؤسسة وحدة المشاريع للتواصل معنا على 0357-717-947 لكشف تسربات المياه مؤسسة وحدة المشاريع لكشف تسربات المياه للتواصل معنا على 0-357-717-947 كشف تسربات المياه للتواصل معنا 0357-717-947